حبيت أحكي اليوم بشكل مختصر عن الوزن وشو هي التحاليل اللي لازم نسويها لما نكون عم نحاول ننقص وزن ومش عم نقدر ننقص الوزن. بشكل عام في أسباب هرمونية، في أسباب جينية، في أسباب وراثية، وفي أسباب نحن متعلقة فينا، يعني بطريقة حياتنا، بطريقة الأكل، نوعية الأكل، توقيت الأكل، وهل نحن بنعمل رياضة ولا لا. بشكل مختصر الجسم بيصرف وبياخد، بنعطي أكثر بيتكون عنا كالوريز أكثر، بننصح أكثر بصير عنا سمنة، بنصرف أقل كمان نفس النتيجة. بس بشكل عام نحن في فحوصات دورية بنسويها لنتأكد إنه التوازن الهرموني موجود. عم نحكي عن هرمون النساء، عم نحكي عن هرمون الرجال أو التستوستيرون، عم نحكي عن الهرمونات المسؤولة عن الدورة الشهرية، عم نحكي عن الهرمونات اللي بسموها الفري تستوستيرون كمان اللي هو نوع خاص من التستوستيرون. كل هالأشياء ممكن تأثر على قدرتنا على خسارة الوزن. في أشياء تانية بتصير بجسم، مثلا إذا صار في خمول بالغدة الدرقية أو حتى كان خمول جزئي بالغدة الدرقية، إذا صار في شيء اسمه مقاومة الإنسولين، إذا صار في شيء اسمه نقص الفيتامين دي، كل هيدي ومع عوامل كتير تانية كمان ممكن تؤدي لصعوبة خسارة الوزن. في بعض الحالات بيكون عندنا سبب الوزن هو احتباس المي اللي بسموه عم بحبس مي او بصير عندي مي بالجسم، كمان هذا ممكن احد الاسباب. وقتها بنعمل فحوصات للبروتين، بنعمل فحوصات للكليه، يعني في اسباب مرضيه نحن بنقدر نشوف اذا في سبب لها ولا لا. بشكل عام معظم الاسباب هي اسباب جينيه، وطبعا في فحوصات ممكن تكون بسموها الفحوصات الجينيه اللي بتقلنا نحن ليش عم نكسب وزن، ليش ما عم نقدر نخسر وزن، شو الاكلات اللي بتخلينا نسمن او نزيد وزن اكثر من الاكلات الثانيه، وبنتصرف معها على هالاساس. كل شخص ممكن يتبع دايت غير الثاني، في دايت مناسب لشخص غير مناسب للثاني، في مده خاصه لازم نتبعها بالدايت، في طريقه خاصه لازم نتبعها، لازم تكون عن طريق اخصائيه او اخصائيه التغذيه ناخذ نصيحتهم فيها. ودائما لما نجرب شيء وما يشتغل ممكن نحن نرجع نعمل إعادة تقييم ونشوف إذا في أسباب تانية، وبحالات خاصة أو بحالات ضرورية بنعمل تدخل دوائي اللي ممكن يكون حبوب أو ممكن يكون أبر، وعادة النتيجة بتكون بشكل 80% 90% فعال.